ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. اول حاجه بصراحه حابه اشكركم عليها هي افكاركم وابداعاتكم اللي دايما خارج الصندوق وبتفاجئني وحسستني ان انا بالفعل في الثلاث سنين اللي فاتوا قدرت اعمل حاجه معاكم وخليكم تستغلوا اقل امكانيات موجوده عندكم في البيت وتقتنعوا ان هي مفيده ومهمه. فبجد شكرا ليكم وشكرا لافكاركم اللي دايما بتبهرني. وتاني حاجه، عملت لكم الفيديوهات دي على اساس ان انتوا ترتاحوا من صوتي، ولكن اكتشفت ان انتوا برضو عايزين تسمعوني اثناء الفيديوهات دي، وماشي ما عنديش مشكله وحقيقي مبسوطه. برضو مش هدخلكم في جو الشغل قوي النهارده، انا حبيت ان انا اشتغل ساعه مكرميه، الساعه دي ساعه رجالي، حبيت ان انا اعمل لها الحزام بتاعها بالمكرمية وحاجة كده شوية تطلعنا من جو الروتين بتاع الساعات والملمس الجلد وشوية بيعرق يعني وكده. فعملت الساعة دي واستخدمت معها الخيط اللي هو مش عارفة هو مكتوب عليه الصياد وكل حاجة، بس مش مقتنعة بيه قوي بصراحة لانه شوية فيه بلاستيك. الساعة دي بالعقدة الرباعية المزدوجة، ودلوقتي زي ما انتوا شايفيني كده شغالة بعمل الخيوط، بقصها على حسب الساعة، وطبعا طوليها زيادة عن 4 متر بحيث ان انتي لما تيجي تلفي الخيوط دي وتعشقيها مع بعضها ما ينقص معاكي المقاس، بالعكس يزيد احسن ما ينقص. وما كانش عندي غير الخيط الوحش ده، فحبيت ان انا اعملها بيه وهطلعها تحفة. فعليا بصراحة طلعت تحفة قوي وفاجئتني انا شخصيا، وقابلني بعض التحديات طبعا هنتكلم عنها فيما بعد بالنسبة للقطعة دي في شرح مفصل ان شاء الله، ومش على القطعة دي، على القطعة تانية بس هيكون بقى ان شاء الله حريمي. ده حبيت اقوله لكم. اول حاجة عملتها اني جبت الخيط ده ورحت مقطعاه ومزبطاه كده على 4 متر وشوية، ويفضل ان انت تعمليه اكتر من 4 متر، انا مثلا ممكن اعمله 4.5 متر او حاجة، دي ساعة رجالي. لو ساعة حريمي يعني انتي قدامك مثلا 3 متر زي الفل، مش هيبقى في اي مشكلة. طبعا هي بالنسبة لمقاس الساعة، يعني انا بالنسبة لي مقاس الساعة بتاعي صغير، اللي انا كنت بعمله الساعة طبعا ما شاء الله مقاس الساعة ايه ضخم، فعشان كده كنت محتاجة ان انا برضو اكبر حجم الخيط. طبعا ما استهلكتش كتير من البكرة لان دي ساعة، ده حاجة. ثانيا عملت الخيط فيها مزدوج علشان يعني مسكته شوية زي ما انتوا شايفين مش مريحة قوي، وخيط رفيع جدا انه يتعمل مكرمية، ولكن الجنان طبعا انه اعمل حاجة زي كده وتكون جديدة، وحبيت ان انا انفذها ونفذتها. فقطعت الخيط وبقطعه وبعمله بالولاعة لان هو فيه شوية بلاستيك، فكان اسهل بالنسبة لي ان انا اعمله كده وما اعملوش بالمقص لانه بيفتل. بعدين ابتديت ان انا ادخله في الساعة، وطبعا زي ما انتم شايفين لي الاتجاهات معينة، ما ينفعش ان انا ادخل واحدة واعكس من الجنب التاني عشان هيكون شكلها مش ايه مش لطيف. وبرضو بعد كده ابتديت ان انا اعمل الساعة بتاعتي بالعقدة الرباعية المزدوجة، اخدناها من قبل وهديها لكم مرة تانية في دروس مفصلة في المكرمية زي ما عملنا دروس تعليم التونسي، ولسه هنكمل على دروس تعليم التونسي في الفنيات ان شاء الله قريبا. احنا خدنا منها فكرة في دقايق وبرضو بتشرح شوية من الفنيات والحاجات دي، انتظروا وان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات دي هتنزل ورا بعضها. حابة اكلمكم عن حاجة دايما بشوفها الايام دي، وانه بتلاقي ناس يأسة من ظروفها او مفيش اقل من امكانياتي او كده، وده مش صحيح. دايما لازم نفكر خارج الصندوق، وانا ممنونة ليكم ان انتوا بتعملوا الحاجة دي دلوقتي. كتاب زي ده انا قريته تقريبا الشهر اللي فات، برضو كان فيه نفس الاسلوب ونفس الطريقة. فبتلاقي بعض الناس يقولك مفيش اسوأ من اللي انا عايشه، او مفيش مش عارف ايه، لا فيه، لانه على مر العصور دايما هتلاقي حاله مشابهه لحالتك او حالتك، فمش انت البني ادم او الكائن الحي الوحيد اللي حصل معاه الموضوع ده، لا هتلاقي دايما قبلك فيه او بعديك برضه هيكون فيه. فلازم نرضى شويه بظروفنا ونحاول نطوع ظروفنا لينا، ده حاجه. الحاجه الثانيه انه اللي بيحصل الايام دي بالنسبه لنا احنا كتير او عمرنا ما شفنا كده، ولكن لا اكيد حصل، اكيد حصل مع حد غيرك او حد غيرك، واعرف ازاي تجاوز الظروف دي وتغلب عليها. فبلاش نيأس يا جماعة من حياتنا، وبلاش نيأس ان احنا نحاول، لانه وقت ما بنيأس احنا بنيأس من نفسنا اكتر من اي حاجة تانية. طبعا هنا انا بعمل عقدة رباعية مزدوجة
عارفين ان هي موجودة في قواعد دي عملناها مع بعض وعملناها في حاجات تانية مختلفة، ولكن ان شاء الله برضو هعمل لكم دروس للمكرمية واحدة واحدة كده، نمشي مع بعض ونفهم هي بتتعمل ازاي وشغالة ازاي. وبالنسبة للساعة عندي ساعة تانية برضو هنشتغلها مع بعض وبالمكرمية، فما تقلقوش مفيش اي حاجة هتفوتكم او اي حاجة بتشوفوها هنا ما بتتشرحش فانتوا مش هتحصلوا عليها في دروس تعليمية، لا هتحصلوا عليها، ولكن بس انا حابة ادخلكم في المود مش اكتر. قريت الكتاب ده وفعليا انا قلتلكو انه اسوأ كتاب قريته في حياتي، لانه زي ما بيحصل معنا دلوقتي وانه احنا كمسلمين بنشوف اللي بيحصل في الهند وبنشوف اللي بيحصل في اماكن تانية، فايه ده اكيد مش معقول انه كان بيحصل مع حد غيرنا، يعني لا بيحصل مع حد غيرنا وموجود. والكتاب ده فعليا كان الكاتب بتاعه بيقال يعني انه من اصل مسلم، ودايما كان بيحاول يتبرى من الموضوع ده في الكتب بتاعته. فمن ضمنهم الكتاب ده بيحاول يمحي اصله كمسلم، وانه بيتقال عليه يعني بالكلام الصريح كده انه هو من اصل مسلم، وان ده شيء يعني ايه يقلل منه. طبعا مسلمين اسبانيا في الفترة دي كان زي حكاية الهند دلوقتي محطوط عليهم زي ما بيقولوها، وكان في شيء صعب قوي بالنسبة لهم ان هم يكونوا مسلمين، يا يعني اما بيتداروا في دين تاني يا اما بيسيبوا البلد يعني. فالموضوع ده صعب جدا بالنسبة لبعض الناس انه يتقال عليهم ان هم مسلمين يعني، وكأنها شيء وحش مش عارفة ليه بصراحة. كتاب زي ده قريته بصراحة الدنيا نفسية مش حلوة، يعني اولا المنطق بتاع الكاتب من جهة القصة نفسها سيء جدا، كما انه يقال انه كان ممكن يكتب قصة في يوم. الابداع حلو كل حاجة، ولكن ما كانش بيدي للقصة حقها بكفاية انه حتى يطلع منها الاخطاء او تسلسل الاحداث المظبوط. يعني دايما كان بيبقى في قصص وبعض الاخطاء، واللي كان بيزبطها كان الناس اللي تحتيه يعني، فده مش مظبوط قوي. وفي الوقت نفسه هو كان من جهة الكتابة او منطق القصة ما كانش برضو مظبوط قوي، وبيحصل احداث كتير في القصة بيتهموا فيها ان هو مسلم، وبعدها بيحاول يثبت ان هو مش من اصل مسلم، وبيعمل تبرعات كده كتيرة، وبعديها بيثبت ان هو والخادم بتاعه مش مسلمين، وان ده شيء سيء لو كان انه مسلم. واللي قال عليه الكلام ده واحدة، وبعديها طبعا من جهة الإثبات بيحاول يثبت للخطيبة السابقة يعني انه هو مش مسلم، وطبعا اثبت للبلد كلها، وبعديها راح يتجوز واحدة تانية، وطبعا جوازة ما تمتش وكلام من ده يعني، كلام كله تفاهة في تفاهة كله. وبعديها بيتجوز البنت اللي ثبت له كل المصايب دي لانه ضحك عليها في الاول، ده هدايا كتير مش عارف ايه، وبعديها بيقول ان هي اكتر دهاءا وانه انا مش محتاج منها فلوس لانه كان لازم تقدم له مهر ضخم حاجة زي كده، وانه لا انا هتجوزها بسبب ان هي ذكية جدا واكتر دهاء يعني من اي راجل او اي حد هو شاف. والقصة هي كلها كده يعني، فقصة تافهة جدا صراحة. بس انا اللي اتضح لي انه حتى زمان كان في برضو بعض الناس تحس ان ظروفهم صعبة وعندهم حاجات كتيرة وتحديات كتيرة في الحياة قدروا ان هم يتجوزوها، زي مسلمين اسبانيا في فترة. فاحنا كمان ما نعجز نفسنا ونقول انه بس الحكاية دي عندنا احنا، وبس ان احنا ما فيش غيرنا حصل عليه المشكلات دي او الحاجات دي، لا في غيرك دايما، ودايما هتلاقي انه في صعوبات في حياتك ولازم تتجوزها سواء انتي او انت، فليه لا. طبعا هنا بعمل العقدة الرباعية المزدوجة، العقدة دي فعليا يمكن من الاساسيات والحاجات البيزك قوي في المكرمية، وبينطبق عليها حاجات كتيرة تانية، وطريقة العقدة بسيطة جدا. شوفوا حركة ايديا وركزوا معاها. طبعا حاجة عجيبة شوية انه اعمل ساعة من المكرمية، ولكن الفكرة نفسها حلوة قوي وعجبتني، وهستخدم نفس الساعة دي في شكل تاني، هي نفس الساعة، وهعمل ساعة ليا انا شخصيا بالمكرمية برضو، هتشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. فعليا كيوت قوي المكرمية مع الساعات، وحسها كده انها بدأت تدخل في ادمان عندي.
بالمناسبة اسم الكاتب ده لوبي دي فيجا، ومفروض ان هو من مواليد اسبانيا، وكانوا بيقولوا عليه ان هو موريسكي الاصل او مسلم الاصل. وبس يعني مش حاسة ان في داعي ان انا اقعد اتكلم عن الكتاب ده، لانه كتاب فعلا مزعج جدا، ولكن حبيت ان انتوا تتجنبوه. عارفة ان هو بداية سيئة شوية ان انا ابدأ بيه، ولكن المرة الجاية هبدأ لكم بكتاب فعليا اثر فيا جدا. و احيانا بحس انه بعض المجتمعات عايشه الكتاب ده فعليا. كمان حابه ان انا اتكلم معاكم عن موضوع، من ساعه ما بدات اتكلم عن قله التفاعل، والبعض منكم بعت لي رساله شبه دي كده، ليه مش بسوق في الجروبات، وليه مدام فلانه او مدام علانه مش بتدي لها فيديوهاتك وكلام من ده. بصوا انا شويه ذكرياتي سيئه مع الجروبات وهقول لكم ليه. اول مره ابتديت كان في البلوفر الابيض اللي هي كانت بتتكلم عليه، اللي هو ده اول حاجه نزلتها. كان اخويا قال لي نزليه كده على الجروب وشوفي راي الناس، وانتي كده كده ايه يعني، كنت لسه عامله الصفحه ما فيهاش ولا حد مشترك غير اخويا، ما كانش لسه فيها اي حاجه، اي محتوى من اي نوع، ولا حتى بدايه تقديمه ولا اي حد خالص خالص. عملت الغرزه العدله ساعتها، كان هي اول فيديو فعليا انا اعمله، وبعديها طبعا انا صورت البلوفر وكل التفاصيل دي، ولكن ما نزلتش اي حاجة من الحاجات دي نهائي. فساعتها اخويا قال لي نزليه وشوفي رأي الناس، لو عجبهم يبقى ان شاء الله بداية موفقة، وساعتها بدأي في اليوتيوب وكملي يعني وكده. فنزلت البلوفر في الوقت ده، ويعني عمل على الجروب حوالي 3500 لايك بس غير التعليقات، وفعليا ما كنتش اعرف انه ممنوع اللينكات وحاجات من دي. وكان الانبساط على الجروب البلوفر ده، وانه قد ايه شبه الجديد وشبه الحاجات اللي هي بتبقى موجودة في المحلات وكلام من ده. فبسرعة بسرعة نزلت الغرزة العدلة على القناة عندي عشان افهم الناس ان كل حاجة طبعا ليها اساسيات وتفاصيل، ولكن ما ابتديتش على طول بالاساسيات، ابتديت على طول بحاجة ضخمة، وده على فكرة ما كانش صح يعني. ولكن لقيت تفاعل كتير لدرجة ان الفيديو ده جاب لي في اليوم ده تحديدا 500 مشترك مرة واحدة. فما بقتش مستوعبة اللي بيحصل، ولا ايه اللي حاصل، ولا ايه التفاصيل، ولا اي حاجة خالص. ومنهم ناس كانت منتظرة ان البلوفر ينزل، لدرجة انهم فيهم واحدة كلمتني 6 الصبح بتقولي البلوفر بعد اذنك، يعني كأن بتطلبني بيه. فكان حاجة مفاجأة جدا بالنسبة لي، ولكن في نفس اللحظة على الجروب بعدها بساعتين ثلاثة اتعمل لي حظر تعليقات، انتي عندك حظر تعليقات وممنوع اللينكات وكلام من ده. اوكي، والتزمت بالموضوع، ولكن الحوار شوية ضايقني صراحة. فعملت لي حظر تعليقات لمدة يومين كاملين، وبعدها انا مسحت البلوفر من على الجروب للامانة، لانه قلت لها ساعتها اللي مضايقك احنا مسحناه، يعني مش فارق معايا بصراحة، لانه سواء هيجيني من وراها او مش هيجيني انا مش عايزة اضايق حد. ده كان الخلاصة يعني. بعدها طبعا واضح ان انا علقت في الدماغ، فكان كل حاجة نزلها اي حد من اعضاء الجروب بيقول لي ممنوع اللينكات. فعليا انا خلاص فهمت ان مفيش لينكات، وما كنتش بنزل اي لينك لاي حد، ولو حد عايز اللينك ومصر عليه كنت ببعته له على الخاص، رسائل الخاصة بالشخصية اللي عايزة اللينك تحديدا، ولكن ما كنتش ببعتها على الجروب او في الرسائل العامة عشان ما ضايقش الادمنز الموجودين. الموضوع عادي ومشي، وابتديت ان انا انشغل مع اليوتيوب، ومش فارق معايا للامانة انه كان اطلع كمية بشرية كتير عندي، لان اولا ما كانش معايا فيزا، ما عملتش ساعتها الحوار بتاع اليوتيوب اللي هو مكسب يعني، ما عملتش اي حاجة من الحاجات دي، كنت مهتمة بس انه انزل محتوى واشتغل على نفسي كويس في الفترة دي. وفعليا انا حققت وقتها المشاهدة بتاعتي وتحقيق الربح وكل التفاصيل دي، لو كان معايا فيزا كنت قدرت ان انا ايه انزل واكسب من اليوتيوب في الفترة دي تمام. بس كل ما نزل على الجروب ده تحديدا كان دايما يقولوا لي ممنوع اللينكات، ممنوع مش عارف ايه. وجيت في مره فعليا اتعصبت، فواحده من الادمن بتكلمني بتقول لي الله القطعه دي جميله، هنا هي كانت ايه وتحفه قوي، وتعمل حوالي ساعتها في وقتها 650 جنيه.
طبعا مبلغ كان اوفر وما كانش حد هيرضى بيه فعليا، ولكن اتس اوكي. انا ما طلبتش تسعيرها او طلبت ان هي يعني تقول لي الرقم بتاعها، انا طلبت بس رأي الناس على اساس انه بعض حب البلوفرات الرجالي في الفترة دي اكتر من الشغل الحريمي من ايديا يعني. فعجبت الناس وقالوا لي حلوة وتفاصيلها عاملة ازاي والتفاصيل برضو اللي انتوا عارفينها. ولكن بعديها في كومنت تاني في نفس اللحظة بتقولي من فضلك ما تحطيش لينكات وممنوع اللينكات وكلام من ده. فأنا أساسا مش حاطة لينكات على البوست ولا عاملة أي حاجة من الكلام ده. فبصراحة اتضايقت، قلت لها كلامك مش عاجبني، لأنه كل مرة أنا بحط بوست عندكم بيطلع لي حد منكم يقولي الجملة دي، وفعليا أنتي شايفة لينكات على البوست بتاعي أو لأ؟ فقالت لي لأ. قلت لها بناء عن ايه كلام زي ده؟ طبعا قلت لها بصراحه يعني اوفر قوي، انا فاكر الكلام كويس. ومن وقتها لحد وقتنا هذا بطلت انزل اي حاجه في اي جروب ما، لانه بجد اتخنقت من الاسلوب، مع العلم ان هما بينزلوا لينكات لنفسهم، بينزلوا كل التفاصيل دي ومفيش اي مشاكل يعني. وهم كمان حاليا بيعرضوا لصفحات بيعرضوا الحاجات تانية وناس تانية، ولكن انا خلاص بطلت ان انا اخوض التجربة دي عشان اريح دماغي، وعشان اريح دماغي اكتر من الكلام المستفز اللي بحس ان هو بيضايقني. فكبرت دماغي خالص من موضوع الجروبات، ومفيش ذنب على حد او شخصية معينة سواء هي ادمن او صاحبة جروب او كده، لانه هم فعليا ملهمش ذنب، هو كمية بشرية كثيرة وكلهم عايزين ينزلوا، كلهم عايزين الفرصة يعني ياخدوها كاملة وشاملة، وكأنك انت بتتعاملي معايا انا الادمن الوحيد او انا العضو الوحيد اللي موجود في الجروب. وفعليا ما فيش حد بيقدر على الضغط الشديد اللي بيبقى موجود على الجروبات اللي عليها تفاعل، فما فيش اي حد عليه ذنب. ولكن انا اللي بطلت انزل الحاجات دي، وبطلت انزل شغلي عند حد وحطيته على الميديا بتاعتي، وساعتها عملنا جروب عشان انتوا تنزلوا عليه، ولكن للأسف مش حد خالص بينزل عليه، لدرجة ان انا بدأت انزل انا عليه عشان يعني يكون شغال ليس الا، بس ما بتشاركونيش شغلكوا عليه بصراحة، مش عارفة ليه. ولكن مع الوقت ان شاء الله يعني، وابتديت انزل على الميديا بتاعتي، وابتديت انزل على اليوتيوب وعلى حاجات تانية، وكبرت دماغي خالص من مسألة الجروبات. وعندي قناعة دايما اللي محتاج حاجة اكيد هيدور عليها، بالذات لو كانت شيء تعليمي. احنا عارفين ان المحتوى التعليمي مش فعال قوي على المنصة دي ومش مميز، دايما فيديوهات الضحك الانبساط، الفيديوهات اللي ما فيهاش عامة التزام منك او منك كشخص انه مضطر بعدها تفهم حاجة او تتعلم حاجة جديدة، او ان انت تكون ملزم بشيء من ورا الفيديو ده، بتكون تفاعلها اكتر بكتير من الفيديو التعليمي اللي بيعرفك حاجة جديدة، لان انت بساعتها بتكون مضطر ان انت تكون جد اكتر. واكيد كلنا بنبقى بعد ضغوطات اليوم محتاجين نفصل، فكل واحد معذور وعنده المشاغل بتاعته. ان شاء الله الفيديو جاي من نمط الفيديوهات دي، هكلمكم على كتاب فعليا جميل جدا، وكل مرة هنتكلم عن كتاب مختلف ومواضيع مختلفة. لو حابين تشاركوا في المواضيع دي وقت ما نزل بوست عن الفيديو، ابتدوا اكتبولي في الكومنتات اللي انتوا عاوزينه، او بعتولي على الخاص في الميديا عندي فيسبوك او انستا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ونشتغل فيه مع بعض حاجة مختلفة.